Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur la figure ABC est un triangle équilatéral et EHA est rectangle isocèle en H. Trouvez la mesure principale de chacun des angles orientés suivants orienté A, B, A, C, Angle orienté ABAC, l'angle orienté BACB, e, l'angle orienté e, AHEB et l'angle orienté EAEC et l'angle orienté EACH et dernièrement l'angle orienté ACAE. حسب معطيات التمرين عندنا أ بي سي إيتان إيكيلاتيرال متساوي الأضلاع بمعنى أن أ بي كتساوي أ سي كتساوي بي سي بما يعني أن الزوايا ديال هاد المثلث متقايسة بأن الزاوية هاد الزاوية مثلا بي سي بي أ حنا نبداو ب بي سي بي سي بي أ كتساوي لنا الزاوية سي أ سي بي كتساوي لنا الزاوية أ بي أ سي حنا درنا لو سونس ديريكت يعني لو سونس بوزيتيف إلا قلنا هاد ثلاثه الزوايا متقايسين اذا كل زاوية واحدة منهم كتساوي ستين دوغري حيت مجموع قياس الزوايا مثلث هي مية و تمانين إلا كل زاوية من هادو هي مدى ستين اذا بي سيور تروا اذا هادي بي سيور تروا هادي بي سيور تروا و هادي بي سيور تروا عاوتاني عندنا او اش ا اي تان ريكتونغل ايزوسيل المثلث او اش ا ريكتونغل قائم الزاويه في النقطه اش ايزوسيل متساوي الساقين بمعنى ان هاد اش او كتساوي اش ا بما بما يعني ان هاد الزاويه هاد الزاويه هادي هاد الزاويه ها هاد مثلا ا او ا اش وهاد الزاويه او e اش او -E بي متقايسين هذه كتساوي بي سي ار 2 المجموع ديال الزوايا هاد الزاويتين بجوج بهم كيساوي لينا بي سي ار 2 اذا كل وحده منهم شحال كتساوي 45 دغري اذا 45 دغري لي كيفالون ديال بي سي 4 اذا هاد او أه اش أه او أه ا أه كتساوي بي سي 4 نبداو دابا نشوفوا لا ميزيو برينسيبال ديال لي زونغل اوريونتي نبداو ب ا بي ا سي لونغل اوريونتي ا بي ا سي شحال كيساوي عندنا ا بي ا بي غادي نبداو من ا بي نمشيو ل ا سي ا ا سي كما قلنا لونغ اوريونتي ا بي ا سي خدامين في اذا ا بي ا سي هي بي 3 عندنا لو يعني بوزيتيف ا بي ا سي كتساوي بي في مثلث متساوي اذا بي موديلو دو بكل بساطه اما تكتبو بي 3 موديلو دو بي ولا كتكتب تساوي بي 3 بلس دو kp عندك الاختيار اذا انا كتبت هكذا بهذه الطريقه بي 3 موديلو دو بي نشوفو لونغل اوريونتي بي بي عندنا لي دو فيكتور بي ا سي بي ما باديش بنفس النقطة عندنا نقطة مشتركة بي ولكن عندنا لو فيكتور بي ا بادي بي ولكن لو فيكتور سي بي بادي بسي إذا ما باديش بنفس النقطة بي إذا غادي نديرو هاد سي بي غادي نكتبوها ناقص بي سي إذا غادي نديرو بي ا فاصلة سي بي هي ناقص بي سي باش يكون عندنا لي دو فيكتور باديين بنفس النقطة ملي كيكون عندنا غادي نديرو موديلو دو بي ملي كيكون عندنا أن فيكتور بوزيتيف ولا خور نيجاتيف كنحيدو هذا ناقص ولكن كنديرو بي زائد لونغ الاوريونتي بي ا بي سي كنحيدو ناقص مباشره بي ا بي سي موديلو دو بي اذا شوفو هذا لونغ بي ا بي سي شحال كيساوي بي ا من بي ا نمشيو لبي سي قلنا بي سي بي أ عنده يعني كيساوي بي اذا بي ا بي سي كيساوي ناقص بي سي بي ا يعني موان بي 3 حيت عندهم لو مختلف اذا بي ا بي سي كيساوي لنا موان بي 3 اذا اذا نكتبو بي موان بي موديلو دو بي بي موان 3 هي pi. 3 بي هي كتعطينا 2 3 دو بي وفي التالي غادي تكتب 2 بي 3 اي لا ميزور برانسيبال دو لونغل اوريونتي با سي بي نشوفو لونغل او بي جيدا لي فيكتور ما نقطه مشتركه ما شي نقطه مشتركه اذا العلاقة عندنا AH اذا ندخلوا واحد لو فيكتور غادي ندخلوا لو ا -E لان ا اش ا عندنا -E القياس ديال هاد الزاويه هاد لونغ اوريونتي اذا غادي ندخلوا لو فيكتور ا -E. اذا نكتبوا ا اش ا -E زائد ا او -E. غادي لو فيكتور او بي نكتب موديلو دو اذا اش اش حتساوي يعني نبداو من اه اش ونمشيو ل -E. ا او عندنا ا او ا اش هي بي سير 4 حيت عندها لو صونس ديريكت صونس بوزيتيف اذا ا اش ا او -E هي ناقص ا او ا اش اذا هي موين بي سير 4 حيت عندها لو صونس نيجاتيف اذا ا اش ا او هي موين بي سير 4 اذا تكتب موين بي سير 4 ا او او بي

ناقص او e ا ا -E او بي ملي كيكون عندكم واحد لو فيكتور نيجاتيف حيد هذاك ناقص ولكن خصك دير بي غدير بي زائد حيد ناقص غدير غد او e ا او -E بي موديلو دو بي اذن موان بي سور كاتر بلوس بي هاد او ا او بي عندنا او ا او بي راه هي نيت او ا او سي اللي كتساوي بي سور كاتر او e ا

Idem module de pi. Vous allez dire que pi sur 2 est la mesure principale de l'angle orienté AHEB. Je vois la mesure de l'angle orienté EAEC. EAEC et non EA non CH ou EC. Idem, had l'angle orienté est un angle orienté négativement il y a le sens négatif. Déjà, on a la mesure de l'angle orienté ECEA? يعني اللي عنده لو سونس بوزيتيف بي سور 4 اذا لونغل اوريونتي او ا او سي كيساوي موان بي سور 4 او بطريقه اخرى نقدروا نقلبوا لي فيكتور هنايا نقول نديروا مثلا او e سي قلبوا لي فيكتور ولكن اتونسيو خصكم ديروا ناقص قبل او سي او ا دير ناقص علاش درنا ناقص حيت هاد لي دو زونغل اوريونتي ما عندهمش لو ميم سونس واحد بوزيتيف الاخر نيجاتيف اذا كتب موديلو دو بي بكل بساطه اذا في التالي دير تساوي او سي او ا بي 4 مع ناقص اذا موان بي 4 اذا موان بي 4 موديلو دو بي ضروري هذاك العدد هنايا الا خرج في السؤال راه عندنا خصك لا ميزيو برينسيبال خص هذا العدد يكون محصور ما بين موان بي هذا العدد اللي خرج لك نقولوا مثلا اكس محصور ما بين موان بي و بي عاد آه تقول بانه سي لا ميزيو برينسيبال ديال لونغ اوريونتي اللي تعطالك تقول دونك moins pi sur 4 هي الميزهPrincipale de l'angle orienté OAO C خرج مثلا 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 7 pi 4 مثلا راه 7 pi 4 ما محصوراش ما بين ناقص بي بي اذا شنو التبسيط غندير ليها مثلا بي ناقص بي على 4 بي على كتعطيك نديرها لتحت 2 بي 4 بي كتبت 7 بي 4 مثلا هذا بسيط شكا شرح صافي على شكل إكس بلس دو كابي دو كابي راه هي هاد دو بي كاكي واحد بلس إكس و إكس هو موان بي 4 أنا تقدر تقول موان بي سيور 4 هي لا ميزور برانسيبال ديال هداك لونجل حيت متقدرش تقول نتا سات بي 4 هي لا برانسيبال لأن سات بي 4 ني با كومبري أونتر بي و بي اذا هنا لونجل أ أو بي 4 موان بي 4 إي

Plus EC. EC. Katlin ACH. EAEC. Maintenant c'est au-dessus. Le monde dira le 2P. EAEC. EAEC. Il Ea, y a maintenant EA L -E -C. Sans et le EC. Sens négatif. Il devra dire le moins pi sur 4. Plus. عندنا او سي سي اش هاد لي دو فيكتور ما بادينش من نفس النقطه اللي هي سي اذا غادي نقلبوا او سي غادي نديرو ليها ناقص سي او سي اش جيد موديلو دو بي اذا موان بي سور 4 هاد ناقص سي -E. او سي اش اللي غتعطي لينا غادي نديرو نكتبو بي زائد غادي نحيدو ناقص اذا نديرو سي او -E. سي اش موديلو دو بي اذا اللي هي موان بي سيغ كاتخ بلوس بي هاد سي او سي اش ها كتساوي لاحظوا جيدا سي او سي اش عندهم نفس المنحة ندير هنا هاد لو فيكتور هاف فوالا لو فيكتور سي او وعندنا سي اش مثلا هاد سي او راه كيساوي مثلا جوج سي اش نفترضو اذا حنا مثلا نكتبو سي او سي اش هاد السي او راه كيساوي واحد العدد مضروب في السي اش يعني بحال السي او كيساوي كا سي اش كا سي اش وهاد العدد كا عدد موجب يقدر مثلا كيساوي مثلا ثلاثة ودرنا في لوكو الى مثلا عندنا مثلا عدد مضروب في متجهه وعندنا متجهه اخرى الى هاد ثلاثة سي, سي اش سي اش راه كتساوي النيت كتحيد هذاك العدد اللي مضروب في المتجه اذا سي اش سي اش ومني كتكون عندك

اذا ستان ست نونغل ستن... اوريونتي نيجاتيف حيت عنده لو سونس نيجاتيف سونس بوزيتيف كيكون هكذا اذا كيما كنعرفوا ان مجموع قياس زوايا مثلث كيتساوي 180 درجة بمعنى ان هاد الزاويه مثلا هادي زائد هادي زائد هاد الزاويه هادي ديال مثلا سي ا او كيتساوي 180 ديغري اذا حنا دابا مثلا هاد الزاويه قلنا ا سي ا او ايتا نونغل نيجاتيف اذا الزاويه ا سي ا او e. غادي نزيدو ليها غادي نضيفو ليها الزاويه اش من الزاويه او ا او سي غادي ناخذو حنا هاد الزوايا لي زونغل اوريونتي اللي عندهم لو سونس نيجاتيف حيت علاش هاد ا سي ا او الى ان سونس نيجاتيف اذا غادي ناخذو هكذا زائد لونغل اوريونتي او ا او سي زائد

موديلو دو بي لو كان خدينا الزوايا الموجبه مثلا درنا ا او ا سي ودرنا او سي او ا ودرنا سي ا سي او غادي نكتبو بي موديلو دو بي اذا هاد ا سي ا او شحال كتساوي اذا ا سي ا او كتساوي لينا موان بي و هاد او e, ا او e. سي نردوها للطرف الايمن ناقص او e, ا او سين. ناقص عاوتاني لونغ اوريونتي سي او سي ا اه. هادشي كامل موديلو دو بي حنا عارفين على المثلث ا بي سي هاد الزاويه كتساوي 60 هادي 60 هادي 60 اذا هاد الزاويه مثلا سي او ولا سي اه كتساوي ليه هي نورمالمون سي او سي اه. كتساوي موان بي هادي قلنا ستين 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 مية إلى بي جيد هاد الزاوية اللي هي أو أ أو سي في المثلث أو أش أ اللي الزاوية إيزوسيل هاد الزاوية خمسة 45 درجة خمسة 45 درجة اللي هي بي إذا هاد الزاوية أو أ أو سي كتساوي حيت الزاوية سالبة كتساوي لينا موان بي جيد إذا دابا التعويض إذا موان بي أو أو سي شحال On a EAEC, que c'est oui, moins pi sur 4, dire moins pi sur 4 entre parenthèses. E, CECA, il y a moins pi sur 3. On dit le modulo de pi. Il moins pi, plus pi sur 4, plus pi sur 3. Modulo de pi. dire donc, moins 12pi, plus 3pi, plus 4pi sur 12 modulo 2pi. C'est ce que je, je vais faire. Donc, on, on a 7pi, à 5pi à la 12. Modulo 2pi. Donc, l'angle orienté ACAE la mesure de l'angle orienté A, C, A, E qui est de la moitié de pi de 12 modulo de pi et on moins 5 pi sur 12 appartient à l'intervalle moins pi pi parce que la moitié de pi à la moitié de 12 ou, un –P -P. -il, est de la moitié de 0,1 et la moitié de 0,1 est une moitié de 1,1 donc c'est moins 5 pi sur 12 on va la mesure